من الصبح منبه مصنع يمكن بتايوان وحلق الدقني بشفرات فبركوها باليابان، شربت قهوة برازيلية لبست تياب التايلاندية سقت سيارة ألماني فيها فيول الخليجية، غديت بمطعم صيني وتاهل مشاكل انسى، طلبت نبيد بقنيني أصلية شغلة فرنسا، جبت سجادة إيراني دفعت حقها بالدولار ونقيت البوط التلياني وكلسات من زنزبار، بالتلفزيون اتسليت بريطاني بعده شركي وتابعت المسلسلات السوري المصري والتركي. فجأة صرح الزعيم اللي خايف عكاينة فرحته والله العظيم، وأخيرا شي لبنان سمعته شو طالع لئيم وحكي ووجع لقلبي منو لبنان الزعيم، وهيدا يلي كتير سلبي كتير سلبي. شو بونسوار، أهلا وسهلا فيكن، معكن الشيف أنطوان من تلفزيون لبنان. الليلة رح علمك كيف تعملي الايس كريم او شوكولا او البوزة باللبناني. بالتالي انت بحاجة لمقلاية نظيفة ومش مصدية، بتحطي فيها الشوكولا حتى يدوب مثل دهن المعزية. بالتالي بتجيبي الحليب، حليب البقر، وبتسفيه بالمسفاية لعله يكون في شي حفشاية، وبترجعي بتكيلي كباية ورا كباية بقلب المجمكساية، وما تنسي تطفي النار تحت المقلية. هلأ رح ناخد اتصال. ألو ألو، بونسوار شيف أنطوان. أهلا وسهلا، من معنا؟ معك مدام طنبوريان. أهلا وسهلا مدام طنبوريان، ذكرتينا بغنية طنبورك طنبر طنبر. خبريني مدام، عملتي له الآيس كريم لجوزك، حبة ما حبة شو؟ خبرينا. جربته شيف، بس جوزي ما عم يقبل يلحسه للبوزة. مدام حطيتي له الحليب كفاية؟ حطيت له وما قبل يلحسه للبوزة. طيب ضربتيهم مزبوط بالمجمكساية؟ ضربته شاف وجوزي ما قبل يلحسه للبوزة. طيب بدي اسألك سؤال، هل عندك شي جارة حلوة بالبناية؟ ايه شاف، عنا جارة كتير حلوة وجوزي بتضل عينه عليها. فإذا يا مدام طنبوريان، الهيئة المسيو طنبوريان امطنبر على جارتك، وجارتك عم بتلحسوا بوزة، من شان هيك طرقتك الضرب ولحستك وصحتين. كان معكم الشيف أنطوان من تلفزيون لبنان. هزت ما نازلنا صيحات العدوان، ردت ما دافعنا ايدك عن لبنان. تأخر الحكيم، لا 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 اصدقل تأخر حكيم العيون، لانه الحكيم ما بعمره بيتأخر. عم عشو حس حسيت هلا، انا عشو حس حسيت عنجور هلا انت، وانا اقول عشو حس حسيت، شو عم تعمل هون؟ انا ناطر حكيم العيون. ما انا حكيم العيون جمعون، شو مشكلتك اليوم؟ شو امر لله، لو عارف انه انت هون كنت رحت عند غير حكيم. قرب قرب لك ايدك، ايدك ايدك ما تمد ايدك. لا قرب 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 لشوف. عود عدنا، شل لي هالازازات عن عيونك. تفضل ثاني، افتح عونك شمال وسكر اليمين. طيب افتح عونك اليمين وسكر عونك شمال. طيب افتح العون تاني. شو طلع معك؟ على الارجح يا ابو سمير بدك عونيات. قصدك نظاره؟ لا لا اسمع، عونيات يا حبيبي، انا نظري مثل الحديد، شو عوينات معونات؟ معك قصر نظر. انا ما فشلت، انتوا معكم قصر نظر، انت ومعلمك معكم قصر نظر. انا الحكيم وعقله، شو حكيم؟ ما في غير حكيم واحد بالبلد. هلا انت جيت تتحكم ولا جيت تزابر علي؟ والله جيت اتحكم، بس انا نظري مثل الحديد، بدك تفحصني افحصني على اللوحه. على اللوحه؟ على اللوحة. هاي علاوها، تفضل ريلا. اول اسم مش شايف. ثاني اسم مش شايف. ثالث اسم مش شايف، او كلهم ما شايف ولا واحد منهم ابدا ابدا. ريلا هالاسم اشوف. لا هيدا شايف. سمير، برافو، صح. تير سلبي شو.
خبرني شو عم تحس بالضبط. صعب. وعبقى واحيانا عم بتشردق بريق. عن جد؟ نفس الشيء. طيب اوقات بتحس بدوخه من قوه السعله؟ دوخه كثير كثير دوخه يا حكيم. عظيم عظيم نفس الشيء. طيب اوقات بتحس بوجع راسي بيضربك بعد النوبه او بعد السعله؟ شو وجع راس؟ الله لا يريد. عظيم 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 نفس الشيء نفس الشيء. طيب اوقات بتحس انه بيضربك العيان نفس بعد الاكل دغري وقبل السعله؟ ايه حكيم ايه هيك عارف بحالتي بالضبط. نفس الشيء. ليك ما خليت قمر ما خليت ادويه ما اخذتهم ما نفعني شيء. عظيم عظيم نفس الشيء نفس الشيء. طيب بدي اعزبك بتاخذ هالدواء لمده اسبوع واذا تحسنت عليه بتعمل لي تليفون وبتطمني. شكرا شكرا تكرم. شكرا ليش بس دكتور بلا مؤاخذه يعني ليش ما تتصل فيك؟ لانه معي نفس الشيء نفس المرض اللي ضاربك ضربني فبدي اعرف اذا هذا الدواء نفع لاخده لانه عم موت من الوجع يا زلمه. نعم اهلا لطيف. عرفتني؟ ايه خي لطيف جاري بالرابع. لطيف على الرابع؟ ايه جاري بالرابع. كيف عرفت؟ لا خي انت جاري بالرابع عنصك بالبنايه خير شو فيه؟ لك عم بزعج. لا ما عم تزعجني. معصب. لا خي لا ما معصب. ليك تفهم. ما جاري ببوسني الله يخليك شو فيه خلصني. شو فيه خير؟ شو فيه يا لطيف؟ بدي ماما. اشتقت لماما. يا الله طب اوكي خي طول بالك خلص معلش كيف فيني ساعدك؟ بدك تساعدني يا جان؟ بدك ايه بساعدك وين هي امك لروح جيبها وين هي؟ وينها بكندا. وين؟ كندا. كندا؟ كيف بدي ادق لها على التليفون بس طلع بتليفوني ما فيه نت. بدك تحكي من سلولاري يعني؟ بس كلمتين وبسكر. تكرم عينك تكرم عينك لحظة بس نجيب لك تليفون. شريف تفضل. لكن عم بزعج. ما عم تزعجني. ماما احكي يا خي احكي يلا. انا ابنك لطيف لطوفة. تتذكري لما كنت تغني لي انا وصغير لنام؟ يلا تنام يلا تنام نبح لك طير الحمام رح يا لطيف ما تصدق. يلا لطيف حكيتك على كندا يلا حبيبي يلا فتح لي غناني يلا. عالتيشتشي والتيشتشي خوخة تحت المشمشي وكل ما هب الهوا بيصرخ لابني تيشتشي يلا تنام ريما. يا لطيف يا حبيبي يلا حبيبي عم تحكي على كندا انت وين عم تحكي خلصنا يلا. احكي امك كلمتين وسكر يلا. ماما تتذكر لما كنت تغني لي وتهزي لي لنام؟ نامي نامي يا صغيري. خلصنا يا لطيف. ماما غني لي مثل ايام زمان بليز. انت عمري انت عمري اللي ابتدى بنورك صباح مرحبا يه هيدا انت هون يا نسر. اهلا اهلا بالنمر. شو عم تعمل هون يا نسر؟ والله فتحنا مصلحه جديده قطع غيار وكسر. انت بتفهم بهالمصلحه ولا هبر هبر؟ لا والله وردت عن جدي العتر. تعال رحنا ولنا 2 كوليه مستعملين لفريم الايجار. بامرك يا نمر. بدك تتوصلي بالسعر. هو جوز كوليه وعكفيلتي بضاينوك طول الدهر. يعطيك الصحة وطول العمر.
شو اللي عامل فيك ياك يا نمار؟ عملت حادث بالسيارة تحت الجسر. اف وكيف عملت الحادث يا نمار؟ طلعت بوجه سيارة مضوية بهرتني بهر، قلت بضرب فريم لزيحنا، طلع الفريم اللي بعتني اياه خالص العنر. معقول؟ يا رب الستر. والسيارة راحت على الكسر. والله انك زمطت زمطت صمت صمت يا نمار. طب شو هذا اللي بايدك يا نمار؟ هيدا قضيب الميزانية الوحيد اللي زمط من السيارة يا نسار. تعال حطه عندي هون، ما انا عندي محل كسر. لا هيدا بدي اعمل فيه شي تاني، بدي كسره على راسك كسر. شو عم تعمل يا نمار؟ بدي اعملك قطع غيار لكل يلي بده ايد واجر. ولك بلي تسترك ستر. كتير سلمي شو بيبي. يلا قوم. ما بدي قوم، روح لنا شوية طولي بالك يا بيبي. ليك شو لبسة اشي حلوين. شو خلى وقتها، لك خلينا نطمن على النصاب. اي نصاب؟ لك البلد بأزمة واليوم ما اكتمل النصاب. اي نصاب شو؟ طب اي مدى مكتوم؟ لا يكتمل النصاب. بيبي يلا قوم. لوين بدي قوم هلا؟ للا جوا. يا عمي شو في جوا؟ لك خلص خلص لبقى لعمها طولي بالك. البلد على كف عفريت وهيدي تالت جلسة وما عم يكتمل النصاب. والمعنى؟ ما رح يهدالي بال إلا لما يكتمل النصاب. يفت. خلص قوم 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 اطلع على الصوفة لبرا. شو؟ يلا قوم من اليوم ورايح بتنام على الصوفة برا. من يوم ورايح؟ طب لأي متى؟ ليكتمل النصاب. كتير سلمي شو. حيي حيي هاجمي علي. خليل خلو. خليل ولا خلو؟ هي زيت عجل. عجل تعال ولا عجل ضل؟ ولك عجل تعال شوف شو في قدامي. حيي شقرة ولا سودا؟ لك شقرة شقرة. طبيعية ولا صابغة؟ لك هز بدنك شوي وجيب لي بارودة 12. 12 تخين ولا رفيع؟ 12 تخين. ضرب ولا ضربين؟ ضرب يهز بدنك ويهرس لانك ويريحني منك. شوي ولا كتير؟ ولك عجل يا خليل عم تقرب. تقرب صوبك ولا تقرب على الطيب؟ ولك عجل جيب البارودة جيب الفرد. فرد كواعد ولا انشا؟ ان شاء الله برتاح منك يا رب. ولك راح اضربك. بالمشية ولا بالسرمية؟ يا خليل عجل عم تقرب جيب لي البارودة يا حيوان. تاس ولا حمار؟ ولك عجل يا خليل عجل رح يوقف قلبي. عادي ولا عجلة؟ لك عجل قوم اعطيني ايدك اعطيني ايدك. بدك ترقص تانجو ولا دبكي؟ خلو القطني. القطني ولا الصوف؟ لك ريتني خلفت كلب وما خلفتك. كلب شعاري ولا سلاقي؟ لك عجل يا خليل ركف علت راسها. ايه هزلها بشيلها تفل دق الا عالدربكي ولا عالطبل؟ خليل قلبي 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 طق طق ولا قلبي دق دق؟ خليل رح دقك دق دق ترنيب ولا دق ليخه؟ عصيت الحي عصيت الحي. اجاني دور برد. دور سلا ولا دور بطوله؟ خليل قتلتني الحي. حي ولا المية؟ بابا ولا بيي؟ ميت ولا عم تغنج؟ عن جد ولا عم تمزحي؟ ذكر ولا انتي؟ تعس ولا بتلحسي؟ عندك سنين ولا وشبه؟ زمطنا ولا خلصنا؟ متى من الخوف ولا من الرعب؟ عملت الكبيرة ولا صغيرة؟ اف ولا نيه؟ كتير سلمي شو انت يا يلا يا عيني يلا خلصونا بقى يلا خلصونا ما عايش في غيركم الصف يلا. استاس اسكسيوز مي شوي. عمار معروف. شو بدك يعني؟ انت معك سيارة شي؟ ايه لا ما بعرف بس حاسس كأني عم بسمع صوت دولاب عم بينفس. اشتغل بفاسك يعني اشتغل بفاسك خلصنا بقى منك خلص. يا حمار.
ايه شفتك شفتك. انت معك البيك اب الاورانج، قصدي لابسه صفطان الاورانج؟ لك ايه، مش دارسه ولا كلمه، فيك تساعدني بالعربي؟ عربي؟ ما عندنا اليوم عربي. لكن بلا، كنت مفكر انه عندنا اليوم اغتصاب واجتماع. لك رب الحمار، عندنا عربي. بليز قل لي شو اعراب جمله عندما ازرتي خالتي؟ عندما زرقتي خالتي؟ عندما فعل مشتق من جملة عندما يبكي التراب، مسلسل على ال بي سي من بطولة شوربو يا الهوب. شوربة شو؟ زرقتي من زرق يزرق زروق، الفعل عادة يكون مزروق ومشتقة من فعل يطرطش ويبول، وينتهي هذا الفعل عادة بجملة يشطف. أما خالتي فهي أخت أمي وأخت اللي جابها، أخت اللي خلفني واللي خلفها. طب ليك شو معك شي رشدة تعطيني إياها؟ إيه بسرعة أعطيني إياها بلا ما يشوفك الأستاذ. والإملاء تعرفي شو؟ يا مين هيدا؟ هيدا أستاذ عربي جايبه معه من إبري، خليه على ريك وتفعله على الساعة $50. يلا كتير سلمي شو، كتير سلمي شو. يا عم خالد، 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 انتبه وركز معي. عم تفهمي؟ ايه عم بفهم. شايفني بلا فهم يا بهين؟ ركزي. اول شي هيدا اسمه الدبرياج. ايه اللي بالنص دعسة الفريم. ايه وهيدا اللي هون دعسة البنزين. ايه وهيدا شو؟ الفيتيس. الفيتيس كتير منيح. اول شي بتحطي بومار. ايه بتدور السيارة. ايه بتحلي فريم الايد وبتركبي. ايه عيب عليك، انا صح نفسي زرقة بس عيب تقولي بتركبي. بتركبي بريمير وبتمشي بشو؟ شو بشو؟ هلا ما تنفخ لي معلقة وتعمل لي فيها رام بالسواقة، يعني بشو بدي ركبه للبريمير؟ بإيدك طبعا. بإيدي؟ ما إيدي كامشين الدركسيون. يا عم خالد العالم بيك مش الدركسيون، بإيد وحدة وبالإيد التاني بغيروا فيها. بإيد وحدة بدك ياني سوق كل هالسيارة؟ شو شايفني من آل الحريرة؟ أنا صح واسطة عند الشيخ سعد هالقد قضها، بس يعني ما لدرجة أني سوق سيارة بإيد واحدة. أم خالد السيارة بتنساها بإيد واحدة، ما تجننيني. يلا داري وامشي. ايه روق روق، حمل طهرك شو سماوي، رح نمشي. عندك شي كاسيت للشيخ سعد نسمع فيه غنية سعد سعد وين؟ وقف مسجلتي بلشي. عال 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 ما شاء الله، ليك كيف عم تنغل نغل السيارة بين ايدي مثل النحلة مثل النحلة. عال 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 عال، لحظة، شايف الحيط اللي هونيك؟ هيدا اللي فيه عجوان بخطوط، صفي على الخطوط. اي حيط؟ الحيط اللون ازرق اللي هونيك. ازرق؟ ما شاء الله تشبث. ايش عملتي فينا؟ الله يعطيك العافية. شو بعمل لك؟ لقيت حائط ازرق لونه كتير حلو، معقول اوقف؟ مش لكان بتفوتي فيا مجنونة؟ كل عمر معود يفوت مع الشيخ سعد بحيطان، كيف اذا كان لونه ازرق؟ شو فيها؟ ما فيها شيء. كتير سلمي شو يعطيك العافية أبو عزيز. أهلا يا أهلا وسهلا بسعادتك مور، مع أساس أجلتوا الانتخابات شو سبب زيارتك من غير شهر؟ إي تأدب بحضرته يا أبو عزيز. يا ابني اتركوا لأبو عزيز يحكي اللي بده إياه. أبو عزيز خينا. لك شو خيك؟ نين أنا خيك؟ شو أنا وياك نازلين من نفس الكل؟ إي استحي على دمك. لك يا ابني قلت لك خلي أبو عزيز يحكي اللي بده إياه. ابو عزيز نحن ببلد الحريه وعبر عن رايك مثل ما بدك. لا خلي بالحريه
ليش نحن عايشين بالبلد؟ في حدا قادر ياكل بالبلد اصلا؟ معك حق، معك كل الحق، بس انا اليوم مش جاي كرمال السياسه. أه؟ لشو جاي لك كرمال ابو عزيز؟ يا ابني خاص، انا بالحقيقه جاي كرمال الخياطه، اجاني قطعه قماش هديه، وبدي اذا بتريد من بعد امرك تخيط لي هالقطعه ذوقك. ليش ما في حدا من اتباعك بيعرف يخيط او شي خياط بتعرفه يا في كتير، بس يا ابو عزيز قالوا لي انه القطعه صغيره. اكيد صغيره. اكيد صغيره لانك عملاق بوطنيتك، مارد بمواقفك، جبل بقوتك. انت وسكوت، اعطينا شوطك. يلا شوف فرجونا قطعه القماش. يلا شوف طير والله منيحه. فينا ناخذ لك قياسها؟ ايه طبعا. خليك لا 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 شو تبرم. خليك هيك هلا ابرم لشوف. ايه ايه وسع 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 يا وسع. ايه يعطيك العافية. منيح منيح. خبرني هلا كم بدلة بدها نفصل لك؟ شو كم بدلة؟ ما قالوا انجي بتطلع قميص. ايه بس لأنه هو بالنسبة لكم عملاق جبل. صح. ايه صح طبعا، بس هو بالنسبة لي ما بيطلع قد قد راس وزنه وزن يمين انا بيطلع ادراسه هنا اياك على بكره وتعشينا عشيه. روح لك يا روح لك روح لك يا وعين الصبح منبه مصنع يمكن بتايوان وحلاق الدقن بشفره فبركوها باليابان. شربت قهوه برازيليه لبست تياب التايلانديه سقت سياره الماني فيها فيول الخليجيه غديت بمطعم صيني وتا هالمشاكل انسى طلبت نبيدي بقنيني اصليه شغله فرنسا جبت سجاده ايراني دفعت حقها بالدولار ونقيت البوط الطلياني وكلسات النزانزيبار بالتلفزيون اتسليت بريطاني بعده شركي وتابعت المسلسلات السوري المصري والتركي. فجأة صرح الزعيم اللي خايف ع كيانة فرحته والله العظيم وأخيرا شي لبنان سمعته شو طالع لئيم وحكيه وجع لي قلبي منو لبنان الزعيم وهيدا يلي كتير سلبي